صباح الخير. التطورات الميدانية في عرسال تصدرت صحف بيروت جنبا إلى جنب مع ما يدور في سوريا والعراق من أحداث، إضافة لبقاء غزة في دائرة الاهتمام. سنواكب هذه العناوين وسواها مع مديرة مكتب جريدة الحياة في نيويورك السيدة راغدة درام. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك بكلام بيروت. رح نبدأ مباشرة الحلقة بكاريكاتير حسن بليبل بجريدة الديلي ستار تحت عنوان نفق الإرهاب. رسم نفق يمتد من العراق إلى سوريا إلى لبنان، وبدت خريطة لبنان تسد بيديها باب النفق الذي يحاول مسلحون الخروج من خلفه. الخريطة وتعتمد الخوذة العسكرية مثل ما بنشوف بالكاريكاتير. قديش هل البلد الصغير رح يقدر يضل واقف بوجه هذا المد الكبير؟ لا، بالتأكيد هذا البلد صغير مهدد كما غيره في المنطقة في بموضوع الإرهاب، ولكن يعني يجب أن نتذكر أن موضوع الإرهاب لم يولد بالأمس ولن ينتهي بغدا بالغد. المهم بالنسبة لموضوع مكافحة الإرهاب أن يكون هناك اعتدال، صعود في الاعتدال، وخاصة البيئة، يعني مثلا البيئة السنية، الاعتدال السني يجب أن يكون في طليعة مكافحة أولئك الذين يقومون بتلويث سمعة السنة، وهم الذين يعني يعملون من في داخل سوريا في العراق وهم يريدون أن يعملوا هنا في لبنان. وبالتالي يجب أن تتخذ جميع التدابير لسحب ذريعة منهم مهما كانت الذرائع. نعم. وبالتالي إذا كانت هنا، إذا غابت البيئة الحاضنة، لن يكون في إمكان الإرهاب أن ينمو. نعم. نمى الإرهاب في سوريا لأن الأسرة الدولية بمختلف لاعبيها كل تتصرف على طريقته، وهذه السياسة إن كان امتناع باراك أوباما عن الانخراط في سوريا أو دخول روسيا طرف مباشر في الحرب الأهلية في سوريا، يعني هذه عناصر ساهمت جدا في إنماء الإرهاب في سوريا. ولن يكن في الإمكان لأي كان أن يقول أنا الذي أواجه وأكافح الإرهاب إن كانت الساحة، ويستدعي مكافحة الإرهاب إلى ساحته إن كانت هذه الساحة ستعني قتل شعبه. بما يتعلق بلبنان، اعتبرت أنه يجب نزع الذرائع التي تسهل يمكن نمو هذا الإرهاب. تقصدين بالسياسة بكل شيء بالدرجة الأولى أم يعني على كل الأصعدة؟ يعني مثلا عندما نرى أن هناك، عندما وقعت حوادث عرسال في الأسبوعين الماضيين، كان هناك تحرك في لبنان وتم صد داعش عن عرسال. نعم. وهذا كان في الواقع يعني تصرف جيد، وفي الواقع كان عكس الإجماع بقدر ما هناك إمكانية لتكون إذا يكون في إجماع. في معارضة داعش والداعشية في لبنان في الوقت ذاته يجب أن تكون مثلا يعني سياسة النأي بالنفس عن الوضع في سوريا سياسة يتم الالتزام بها، لأنه طالما أن تلك السياسة يستهان بها، طالما أنها تخرق، فإنها تعطي الذريعة للآخرين ليأتوا إلينا كما ذهبنا إليهم. وبالتالي أعتقد أنه من الضروري أن يتخذ حزب الله مثلا قرارا حاسما في إطار الدور الذي يلعبه في سوريا، وضرورة أن يكون لبنان أولوية له بدلا من أولويات أخرى. هل هذا الأمر بمتناول الحزب أم أن من يحكم السياسات بهذا المعنى أكبر؟ بكثير. بالتأكيد الحزب نفسه لا ينفي تأثير إيران عليه. عنده هامش يعني بهذا. بالتأكيد لإيران تأثير كبير في توجه حزب الله، بالتأكيد. ولكن أنا دائما أراهن رولا، يعني في برنامجك عدة مرات، أنا دائما أراهن على حكمة حزب الله. هناك تطور جديد قد يؤدي إلى تهديد لبنان بصورة مختلفة عن الماضي. نعم. وبالتالي أعتقد أنه من الضروري لحزب الله أن يأخذ لبنانيته في على محمل الجد بالدرجة الأولى، لأنه كما ذكرت عبر الكاريكاتير هناك الداعشية في العراق وتلك المختلفة عنها في سوريا، ونحن لا نريد. بالتأكيد أنا لا أعتقد أن القاعدة الشعبية المنتمية لحزب الله تريد الداعشية في لبنان. هل تعتقد أنه ما لم تنجح في جمعه كل المشاكل قبل، مواجهة داعش ستنجح فيه؟ يعني تحديدا بين الخصمين الرئيسيين
في لبنان اليوم 8 و14، وبالتحديد أكثر حزب الله وتيار المستقبل؟ يعني أنا 8 و14 باتت معادلة مختلفة عما كانت عليه عندما ولدت تلك المعادلة. نعم. فأتحفظ عن تقسيم البلد إلى 8 و14. الفريقين الأساسيين يعني حزب الله وتيار المستقبل. التيار المستقبل طبعا يعني أيضا يأخذ الكثير من مواقفه من المواقف السعودية. نعم. السعودية اليوم قد قررت إذا شئت أن تتحدى الذين يقولون أنها تتبنى الإرهاب وتدعمه. بالتأكيد هناك عناصر سعودية ناشطة في تنظيمات مثل داعش مثل القاعدة وغيرها بالتأكيد، ولكن على الأقل الحكومة السعودية اتخذت قرار الاعتدال واتخذت قرار مكافحة الإرهاب، مثلا ليس فقط بإعطاء يعني بتقديم $1 مليار إلى لبنان، وأيضا من خلال تقديم $100 مليون إلى الأمم المتحدة في جهودها لمكافحة الإرهاب. إذن أعتقد أن المملكة العربية السعودية تعي جيدا أخطار داعش وأمثالها، أخطار القاعدة وأمثالها على السعودية وليس فقط على لبنان. وبالتالي أعتقد أنها تحاول أن تقول مثلا لدمشق، لستم أنتم من يقول أنكم من يكافح الإرهاب، نحن أيضا هم نحن من في طليعة من يحارب الإرهاب. بالتأكيد كل هذا يتطلب إجراءات، وقد بدأت السعودية في اتخاذ إجراءات ليست كاملة، هذه الإجراءات ما زالت ناقصة ولكن يجب المضي فيها. لأن ماذا يلزمها لتكتمل؟ يعني هناك وسائل أخرى للضغط على الأفراد، على التجمعات السعودية داخل السعودية وخارجها الذين يمولون. كانت التمويل هو الأساس. الآن هناك التطوع وليس فقط التمويل. بالتأكيد هناك الآن قوانين جديدة للسعودية نحو الإرهابيين، خطوة جيدة، خطوات جيدة هذه، ولكن يجب المضي إلى الأمام، ويجب تشجيع يعني يجب تشجيع الاعتدال، ويجب التفاهم مع مع يعني القوى الأخرى المهمة في المنطقة. أعتقد أن التحرك السعودي الذي يجري في وسنتطرق إليه الذي يجري في الأسبوعين الماضيين شهرين الماضيين مهم جدا، ولكن كما نعود إلى محاربة الإرهاب لا تنسي رولا أن الصحوات في العراق، أن القبائل السنية، أن البيئة التي كان ولدت التي كانت يعني ساحة نمت فيها قوى التطرف هي تلك القوى التي هزمت الإرهاب والتطرف عندما قامت القبائل ضدها في عملية الصحوات ما سمي في الصحوات بالصحوات. ولربما نحن جميعا في حاجة إلى صحوات ليس فقط من السنة ولكن أيضا من الآخرين إن كانوا مسيحيين أو شيعة أو أكراد على مختلف الصعد. بأي حال الاعتداء الجديد يلي وقع بالأمس في عرسال اليوم تناولته الصحف، ومنها جريدة المستقبل التي اعتبرت أن لا شيء يحمي لبنان وحدوده إلا سلاح الجيش والقوى الأمنية الشرعية، في حين أن سلاح غيره غير الشرعي والمتفلت من أي هم وطني لا يفعل إلا توليد المشاكل والكوارث ولا يخدم إلا أصحابه وارتباطاتهم. المؤسسة العسكرية اليوم كيف تقرأين وضعها؟ يعني بظل ما تتعرض له، لماذا هي دائما كما يقال باللبناني بوز المدفع؟ وقديش ممكن كمان تقدر تضبط الحدود بوقت هي يعني المطلوب منها ضبطها باتجاه واحد فقط وليس بالاتجاه؟ صعب على الجيش اللبناني أن يقوم بالمهمة المكلف بها، ولكن لا خيار آخر سوى أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة. مهم جدا أن الجيش اللبناني يتلقى الدعم المعنوي العالمي، وأيضا بدأ يتلقى الدعم المادي. نتمنى أن يتم الإسراع بهذا اليوم يتسلم أسلحة من الولايات المتحدة. وأيضا الرئيس الفرنسي تحدث عن إسراع في تمكين اتفاق بينهم وبين السعودية على تفعيل $3 مليار التي تم تخصيصها للجيش اللبناني. ولكن بالوقت ذاته يعني يجب أن تكون هناك قرارات ضد توريط الجيش اللبناني بلبنان تقصدين؟ نعم. هنا نصل إلى مسألة القرار السياسي. نعم. بهذا المعنى لا ترينه متوفرا؟ القرار السياسي متوفر بطريقة يعني بشكل الإجماع العام، ولكن عمليا هناك أحيانا من يتخذ إجراءات
تفسر بأنها تعمد توريط الجيش لتخفيف العبء عن الأطراف التي تحارب هذه القوى في مكان آخر. وبالرغم من ذلك أقول إن الحرص على الجيش نعم. هو ضرورة ماسة لصيانة لبنان. وأعتقد أن الشعب اللبناني بوجود بمختلف قطاعاته لا يتردد أبدا في الإجماع على ضرورة دعم الجيش بكل الإمكانيات. أيضا التطور الدراماتيكي الذي برز مؤخرا بهذا الموضوع كما قالت السفير هو تمثل بنشر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لإعدام أحد العسكريين، وهي تطورات فرضت نفسها على جلسة مجلس الوزراء. يعني لم يتأكد بعد صحة أو عدم صحة ما نشر، ولكن هنا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع كمان بما يتعلق بنشر صور إعدام الصحافي الأمريكي. يعني قديش شو المقصود من هذا العمل الإعلامي تماما، وتحديدا هنا في لبنان؟ يعني تماما كما وصفتيه، فعلا هذا العمل الإعلامي لأنه موجه إعلاميا. داعش لإثارة الرعب. نعم. أم لإيصال رسالة معينة؟ لا، لإثارة الرعب أيضا، أولا لإثارة الرعب، وثانيا للمقايضات. داعش تريد أن تقايد، مثلا داعش تريد أن تستدرج باراك أوباما الرئيس الأمريكي إلى الساحة كي يكون طرفا مباشرا معها، وذلك من خلال الأمريكيين. ولكن حتى الهمجية هي قرار لداعش لتدب الرعب. لنتحدث جميعنا عن داعش وأهميتها وتأثيرها وأخذها في الاعتبار، فيما قد يكون داعش تنظيم صاعق، يعني مثل الصاعقة يأتي ويدمر ويزول، يعني كأعصار قد يكون مجرد إعصار. وأعتقد أنه سيكون إعصارا في نهاية المطاف لأنه لا بيئة حاضنة له، ولكن إلى أن يمضي ذلك الإعصار إن الدمار والخراب والهمجية والقتل وهذا الرعب سيكون فعلا، سيترك الرعب هذا الترعيب والترهيب، سيترك الرعب في قلوب آخرين الذين سيحاولون إما الهرب من البيئة التي يعيشون فيها للسفر، أو يعني الاعتقاد أن داعش باقية. وبعضنا يعتقد أن داعش تنظيم مستمر باق إلى مدى طويل، سيسيطر على المنطقة العربية وغيرها، وبعضنا يعتقد أنه إعصار عابر. وأنا أعتقد أنه إعصار عابر، ولكن أخشى جدا أن يؤدي ذلك الإعصار إلى دمار مرعب حقا، لأنهم هذا ما يريدونه. في حال كانت صحيحة هذه الصورة، ما المطلوب اليوم من مجلس الوزراء ومن الدولة اللبنانية؟ التعاضد الجميع مع بعضهم البعض. نعم. يعني عدم الوقوع في المصيدة التي يريدها تنظيم داعش، وهو أن تتحول كل المسائل اللبنانية إلى 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 صورة واحدة، أو إلى مع يعني إن شاء الله أن لا تكون صحيحة. نعم. تلك الصورة، وبالطبع يجب أن نغضب ونغضب كثيرا. في الوقت ذاته يجب على اللبنانيين، على القيادات اللبنانية، وأن تنتعي أن الفراغ في الرئاسة مثلا، في الحكومة، في اتخاذ القرار، هذا يساهم في خلق البيئة التي تشجع أمثال تنظيم داعش على استغلال الفراغ. فإذا حان وقت الوعي، وحان وقت اتخاذ القرار السياسي بأن الفراغ ليس سياسة. يعني نعم. إن الظروف تتطلب أن لا يكون تعمد الفراغ جزء من السياسة. فإذا هناك يعني عنصران، الفراغ السياسي في الرئاسة وغيره، وأيضا القرار المعني العملي على الأرض، الذي المعني بالحرب التي تدور ومن يشارك فيها عبر الحدود مع سوريا وفي سوريا بالذات. فهم يعتقدون أن من يحارب ضدهم في سوريا يستحق أن يأتوا إليهم في لبنان. نعم. وبطبيعة الحال يجب سحب تلك الذريعة، مع أن الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله دعاهم للتقاتل في سوريا وليس في لبنان. هم يقاتلون في سوريا، هم يقاتلون حزب الله في الرد سوريا. الرد عليه أن يكون في سوريا وليس في لبنان، يعني هذا يحدث. نعم. هذا يحدث، إنهم يتقاتلون في القلمون. نعم. وغيرها، إنهم يعني إنهم في معركة. نعم. ولكن تسرب الألاف من المسلحين إلى جرود عرسال كما كتبت النهار اليوم
سبب من أسباب معاودة وتيرة استهداف الجيش بكل لحظة. تسرب هؤلاء لأي مدى يبطل الزريعة يلي قادها حزب الله منذ بداية تدخله في سوريا، أنه بحرب استباقية وللحقول دون وصول هؤلاء إلى الأراضي؟ أنا أتحفظ دائما عن ذلك التبرير صراحة. أنا دائما أعتقد أنه حتى لو كان صحيحا أن الهدف من تدخل حزب الله في الحرب في سوريا هو أنها استراتيجية استباقية كي لا يأتي الإرهاب إلى لبنان، أنا منذ البداية لم ألمس منطق في ذلك الموقف، مع احترامي للموقف الذي عبر عنه الحزب، ولكن مع احترامي للحزب الذي اختار مواقفه وليس للموقف ذاته. إنما أعتقد أنها فشلت، حتى لو كان ذلك صحيحا، إن فشل الاستباقية المزعومة يجب أن يؤدي إلى إعادة النظر في المعادلة العسكرية، من يحارب من وأين. بالنسبة للمفاوضات بخصوص إطلاق سراح المخطوفين من العسكريين والأمنيين، هل تشبهين هذا الملف بملف مخطوفي أعزاز أو راهبات معلولة، أم أن له طابع مختلف؟ صراحة أنا دائما أقول لك يا رولا، يعني معرفتي في الملف اللبناني محدودة. لا، بالنسبة للقنوات الإقليمية في التفاوض، دور التركي، الدور القطري، يعني أبعد من نعرف أن هناك اتهام لقطر ولتركيا بالتورط في أكثر من مجال. نعم. إن كان عبر دعم الإخوان المسلمين، أو هناك اتهام أيضا بأنهم سلحوا التطرف السني بما يتعدى الإخوان المسلمين كان في سوريا أو غير ذلك. طبعا هناك أيضا اتهام بأن النظام في دمشق هو الذي أطلق سراح عناصر من داعش من السجون السورية، وهذه العناصر كانت تستخدم عبر الحدود مع العراق في الحروب السابقة. إذن لا أحد بريء مما يجري، لا أحد بريء مما يجري في موضوع إنماء الإرهاب، ولكن بخطوات أو بمسؤوليات مختلفة نسبيا، بنسبات مختلفة. ولكن ما أريد أن أقول هو أيضا نتحدث عن التحرك الجاري في المنطقة الآن، وعسى أن يؤدي إلى شيء ما. أنا لا أدري إن كانت محاولات السعودية مع قطر في عصب يعني إصلاح العلاقة الخليجية واحتواء اندفاع خارج الحدود الذي تتهم قطر به وتتهم به ليس في لبنان فحسب، بل إنما في الواقع في سوريا، في ليبيا، في السعودية، عفوا في مصر، أقصد أن أقول ليبيا ملف جدا خطير الآن، وكانت قطر متهمة بالتدخل في تونس. اليمن لا، إيران متهمة في بالتدخل في اليمن، يعني الحوثي مع صعود الحوثيين مرة أخرى. نعم. يعطينا المد الآخر وهو المد الإيراني في المنطقة. قبل متابعة الحوار معك سيدة درغام، ننتقل مباشرة إلى معالي الوزير رشيد درباس لنتابع معه أيضا الأمور السياسية اللبنانية. معالي الوزير، صباح الخير. صباح الخير لك ولست راغدة. مع الأسف ما صح لي أرى اليوم مقال الأسبوع اللي أنا مدمن عليه. شكرا. بس أنا يعني سعيد أني أشترك معها اليوم بها. شكرا، وبترجيك تقرأ طبعا. تقرأ أو تتابعنا لاحقا. طبعا أنا فخورة أنه بكتب هذا المقال كل يوم جمعة بالحياة، وشكرا على متابعتي، بحب إدمان القراء مثلك، شكرا، هذا الشرف إلي. طول عمرك ست راغدة، أهلا وسهلا فيك. معالي الوزير، التطور المتمثل أمس بنشر صورة لإعدام أحد العسكريين سيطر أو فرض نفسه على جلسة مجلس الوزراء، هل من جديد حول هذا الموضوع؟ هل تأكدت صحة هذه الصورة أو عدمه؟ وكيف يعني، شو الخطوة التالية؟ شوفي، بصراحة نحن ما عرض علينا الصورة، نحن أجينا خبر أنه أحد العسكريين استشهد أثناء القتال، تبين أنه لا، أنه في مفقود، هو مفقود. بالحقيقة يعني هي مناسبة هلا الواحد يحكي رولا، أنه في شغل كتير حيحصل على محاولة خلق البلبلة والفوضى داخل المجتمع. يعني الآن مثلا هذا الكلام، أنه يطلعوا عسكري سني من فنيدق من عكار ويقولوا أنه جرى ذبحه،
هذا دعوة لفتنة من قبل أهل عكار اللي كانوا أول من استضافوا الأخوة السوريين لأنه يعملوا شيء. نحن دائما عم نعول وسبب يعني تعويلنا في محله الوعي العالي عند أهلنا. نعم. عم يحبط كل هالمحاولة. علينا أنه ما ننسى أنه هذا الأمر لهم بيحاولوا 3 سنين بمدينة طرابلس مشان يعملوا فتنة طائفية وفتنة مذهبية، وثبت الملموس أنه بمجرد ما الدولة حزمت أمره الشعب الطرابلسي كان في غاية السرور وكان في غاية التجاوب. أنا مشان هيك بقول أنه كل المحاولات اللي عم تصير الآن ربما تكون هي مانا صحيحة، ربما تكون مفتعلة، ولكن على الفرض لا سمح الله لا سمح الله نصريحة نحن عنا من المقدرة من المناعة الوطنية أنه نقدر نستوعب، لأنه نعرف نحن المقصود وراء ذلك هو الفتنة لتدمير لبنان قبل ما يكون في مشكلة بين اللبنانيين والسوريين. لأنه لما بتأمل فوضى لبنان بتفضل شيء من الدولة، ولبنان بدون دولة أو شعب بدون دولة هو شعب مشرد، يعني مشروع تشريد آخر. كمان بحسب جريدة السفير معالي الوزير لفت قول الوزير أنه هذا المشنوء ردا على سؤال أنه يحتمل إقفال الحدود اللبنانية السورية بحال بلوغ الأمر حد تهديد الأمن الوطني اللبناني. انطرح هذا الموضوع بجلسة الأمس يعني وإقفالها بوجه من؟ لا مش صحيح ما انطرح الموضوع، ولكن الموضوع دائما وارد، لأنه أي دولة بلحظة من اللحظات لما تشعر في خطر على أمنها تقفل الحدود. هذا أمر ما فينا نستبعده لأنه هذا من صميم الأعمال السيادية اللي بتخص الدولة. ولكن احنا مطرحنا لأنه حتى الآن مانا شايفين أنه في داعي له، لكن بصراحة نحن أخذين نهج هو تحجيم النزوح لأنه لم يعد له مبرر إنساني أو سياسي. نحن فينا نطلع نشوف انه اكثر من 45% من النازحين السوريين جايين من المناطق الابعد عن لبنان، يعني من ريف حلب وريف ادلب ومن القامشلي ومن الحسك ومن درعا، كان الاولى بهم ان يذهبوا الى الدول الاقرب. ورغم ذلك فهم مرحب بهم الان ومسجلون لدى المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين. اما بعد ذلك فان الوعاء لم يعد قادرا على الاستيعاب على فتره واحده. نعم. أبداً. هل من الممكن أن يعود طرح توسيع إطار القرار 1701 ليشمل الحدود الشمالية بضوء تجدد يعني التوترات الأمنية بعرسال؟ يعني ممكن ينطرح من جديد بمجلس الوزراء هذا الأمر؟ يعني إحنا بصراحة نرى إنه كل أمر يختلف عليه بنعرف إنه ما حيمشي، نحن بنعرف إنه في جهة سياسية ولها رأي وجيه. أنه تمديد صلاحيات 1701 ممكن يأمن حدود آمنة للمناطق الشمالية والشرقية كما حدث في الجنوب. ولكن هناك فريق آخر داخل الحكومة يرفض ذلك. نحن تعلمين أن الحكومة تسير في هذه المرحلة الدقيقة والانتقالية والخطرة بين النقاط. نحن لا نبحث عن المسائل الخلافية، والحمد لله أننا نجد كثيرا من المسائل المشتركة التي ننجزها، ولذلك فهذه المسألة طرحت على سبيل النقاش ولم يتخذ فيها قرار. نعم، شكرا لك معالي الوزير. أنا بس بدي قبل ما أسكر معك بدي أنا يعني اسمع رئيسة راغدة بالمقابل اللي عملها توماس فريدمان مع رئيس أوباما، كيف نظرت إليها على صعيد انعكاس بها على الوضع الإقليمي وسوريا والعراق. أنا لبيت يعني رغبتك بإني أعالج الموضوع في مقالي الجمعة الماضي في جريدة الحياة، وتعمقت في الموضوع، بس بعتقد إنه الرئيس الأمريكي هو في حالة نكران عن مسؤوليته في الموضوع السوري، ينكر أنه أخطأ، ولكنه يعترف ببعض أخطائه، مثلا في ليبيا يعترف بأن ليبيا خطأ أوروبي أكثر مما هو أمريكي، ولكن أنا عليه أيضا ما كان عليهم أن يكونوا حريصين على ليبيا، وهذا ما لم يحدث، وبالتالي ليبيا باتت وكر لتصدير التطرف والإرهاب. أعتقد أن الرئيس الأمريكي ما زال يبحث عن خريطة طريق لنفسه، فإذا هو يحاول في الواقع أن يقول أنني سأتدخل في العراق ولكن بطريقة محدودة، يعني حرب الطائرات بدون طيار لم تؤدي إلى التغيير الجذري في اليمن، ولن تؤدي إلى التغيير الجذري في العراق ولا في سوريا، ولكن على الأقل هي خطوات مهمة
تؤدي إلى إجراءات غير معتادة، وكما نعرف أنه يبحث عن استراتيجية نحو سوريا الآن بعدما وضع استراتيجية جديدة في العراق حسب رأيه، وهي التعامل أو التفاهم كما حدث على إزالة عقدة المالكي. رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تم اتفاق على إزالة عقدة المالكي بإزاحته من السلطة، ولكن ليس هناك اتفاق مثلا على إزالة عقدة بشار الأسد، وبالتالي هناك انفصال في الموضوعين، توافق لربما معالي الوزير إلى حد ما توافق، لا ندري إن كان في إطار توزيع الأدوار أو أنه فعلا تطور استراتيجي مهم في المواقف الإيرانية. ولكن بالنسبة لموضوع ما حدث في 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 العراق، هذا كان لباراك أوباما دور فيه. ماذا سيحدث؟ هل سيطبق ذلك على سوريا ومن بعده لبنان؟ ما زلنا في طور يعني مراقبة عملية تفكير باراك أوباما، ونحن نعرف أنه أحيانا يفكر ويتخذ قرار ويتراجع عنه، إنما لن يكون هناك تدخل عسكري مباشر في سوريا، ولن تكون هناك شراكة إذا شئت شراكة ما بين كما يرغبها النظام السوري والنظام في دمشق رئيس بشار الأسد، لن تكون هناك شراكة بمعنى الشراكة التي دعا إليها وزير الخارجية وليد المعلم. وشكرا لسؤالك شكرا لك. شكرا معالي الوزير. رح نتوقف مع فاصل بعده مباشرة. هل ممكن توسيع نطاق القرار 1701 أما أن دونه عقبات مش بس بالسياسي بالتقني كمان؟ لحظات ونعود.